Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. إذا نواصل معا دائما مع أساسيات اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. إذا فلنبدأ على بركة الله. اليوم سندرس حروف اللغة الفرنسية الألفابي فرونسي. في اللغة الفرنسية لدينا 26 حرفا. Donc dans la langue française il y a 26 lettres. 26 lettres. وهي A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. إذن في اللغة الفرنسية هذه الحروف لـ 26 لتر se divise en deux parties. إذن في هذه الحروف لدينا 6 حروف متحركة. On a 6 voyelles. 6 voyelles هي الحروف المتحركة والتي تقوم بدور الحركات في اللغة العربية. في اللغة العربية لدينا حركات الفتحة الضمة الكسرة إلى آخره، لكن في اللغة الفرنسية لدينا لي فويل الحروف المتحركة. دونك من بين هذه الحروف لدينا 6 حروف متحركة. On a 6 voyelles et 20 consonnes. 20 consonnes يعني 20 حرفا ساكنا. داكور؟ دونك on a 26 lettres qui se divise en 6 voyelles et 20 consonnes. دونك هذه الحروف تنقسم الى جزئين، الحروف المتحركة وهي 6 والحروف الساكنة وهي 20. الحروف المتحركة les voyelles sont a e i o u y. Donc 1 2 3 4 5 6 voyelles. On a 6 voyelles. كذلك قلنا بانه في اللغه الفرنسيه الحرف لديه اربعه اشكال، لانه لدينا كتابتين. لدينا كتابه الكتاب l'écriture script وكتابه الكراس l'écriture cursive. أخذنا مثالا في الفيديو السابق، قلنا بأن الحرف A يكتب بأربعة أشكال. لدينا A majuscule de l'écriture script، A minuscule de l'écriture script. إذن هذه هي كتابة الكتاب. قلنا كذلك بأن نفس الحرف يكتب بهذه الطريقة A majuscule de l'écriture cursive، A minuscule de l'écriture cursive. هذه هي كتابة الكراس، الحروف فيها تكون متصلة. أما في كتابة الكتاب فإن الحروف تكون منفصلة أي غير ملتصقة فيما بينها. الآن رأينا l'écriture majuscule de l'écriture script، رأينا الحروف الكبيرة لكتابة الكتاب. هذه هي الحروف الصغيرة لكتابة الكتاب، c'est les lettres minuscules de l'écriture script. Donc لدينا A تكتب بهذا الشكل، B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. إذن هنا لدينا كتابة الكتاب les lettres majuscules et les lettres minuscules، الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة لكتابة الكتاب والتي تدعى l'écriture script. l'écriture script donc هي كتابة الكتاب. الكتابة الثانية الآن هي l'écriture cursive. l'écriture cursive ألا وهي كتابة الكراس. إذن نكتب معا الحروف مع احترام مقاييس كتابتها. دونك
نبدأ بالحرف A. A majuscule de l'écriture cursive. هذا A minuscule de l'écriture cursive. D'accord ? ثم الحرف B majuscule minuscule. C majuscule C minuscule. D majuscule D minuscule. E majuscule E minuscule. F majuscule F minuscule. الآن الحرف G. نصعد بثلاث خطوط وننزل بخطين. G minuscule. H majuscule minuscule. I J K L M N O P Q R S T U V W X minuscule أولا ثم X Y وأخيرا الحرف Z. إذن هذه هي حروف اللغة الفرنسية بكتابة الكراس، كل حرف كتبته ب. الكتابة الكبيرة أولا ثم الكتابة الصغيرة، دونك A ماجيسكول A مينيسكول B ماجيسكول B مينيسكول أنسي دسويت إلى آخره. دونك على التلميذ أن يتعلم جيدا هذه الكتابة، لكن بالطبع شيئا فشيئا أي بالتدريج. فيما يخص فيديو مقاييس الكتابة الصحيحة للحروف الفرنسية سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. قلت لكم بأن الفرق بين الكتابتين كتابة الكراس وكتابة الكتاب هي أن كتابة الكراس الحروف فيها تكون متصلة، أما في كتابة الكتاب فإن الحروف تكون منفصلة. مثال عندما نقول كاي كا ي كراس. لدينا هنا كتابة الكتاب لأن الحروف فيها منفصلة. الآن نفس الكلمة نكتبها بكتابة الكراس. C A H I E R
هنا تلاحظون بأنها نفس الكلمة، لكن هنا الحروف فيها تكون منفصلة، أما في هذه الكلمة فإن الحروف تكون متصلة. L'écriture script, l'écriture cursive. كتابة الكتاب، كتابة الكراس. إذن هنا لدينا، قلت لكم، كلمة باللغة الفرنسية هي un mot. mot بمعنى كلمة. دونك رأينا هنا الحروف هي les lettres. الحروف les lettres. حرف واحد une lettre. une lettre هي حرف. الآن cahier هي كلمة. دونك cahier c'est un mot. un mot. نقسم هذه الكلمة إلى مقاطع لفظية. كم جزء نسمع عندما ننطق هذه الكلمة؟ كايي، كايي. دونك سمعنا أولا ك الذي هو سي أ، ك ثم يي. دونك هذه الكلمة تتكون من دو سيلاب. المقطع اللفظي يدعى اون سيلاب. لدينا المقطع الأول، المقطع الثاني كايي. عندما نسمع هذه الكلمة فإننا نسمع مقطعين لفظيين. On entend deux syllabes. La première syllabe c'est ka. La deuxième syllabe c'est ye. Donc ka c'est une syllabe. La syllabe. هذه هي المفردات أو الكلمات التي سيسمعها التلميذ بكثرة خلال هذه المرحلة الأولى تعلم اللغة الفرنسية. دكو؟ قلنا لي لتر أو اون لتر يعني حرف واحد، ان مو كلمة، لا سيلاب مقطع لفظي. الكلمات تتقسم إلى عدة مقاطع لفظية تدعى لي سيلاب. كذلك في هذا الخصوص تجد في القناة عدة فيديوهات مفيدة جدا، أترك لكم رابط في صندوق الوصف. هذه الفيديوهات بإذن الله ستساعدكم كثيرا في تعلم اللغة الفرنسية. إذا كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا وأن الفيديو قد نال إعجابكم. أنتم حقا استفدتم من هذا الفيديو ولو قليلا فقط. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لتشجيعي لإعطاء المزيد، وكذلك الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد بإذن الله. أشكركم على متابعتكم. والسلام عليكم.